إن صدقت مع الله يصدق الله معك. أقسم بالله إن صدقت مع الله يصدق الله معك. لأن البعض إذا وقع في الذنب أو وقع في المعصية فعليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى. من أذنب الذنب عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى ولو بلغت ذنوبه عنان السماء أن الله سيخلصه منه. ولذلك ما فرح الشيطان من المذنب بشيء مثل اليأس من رحمة الله عز وجل. واليأس من رحمة الله أن يقول له أبدا لا يمكن أن تترك هذا الذنب، وبالأخص ذنوب الخلوات. ولذلك تجده يتهم من يفعلها بالنفاق فيبتلى بذنب في السر فيتوب منه ثم يرجع مرة ثانية فيتوب منه ثم يرجع مرة ثالثة فيتوب منه، والخبيث قد استحكم من قلبه. فإذا عاهد الله وأتم عهده عاد عليه بأسوأ مما كان عليه. فإذا أصاب الذنب المرة الأولى صار عنده ألم شديد، الألم ما كان عليه. فإذا أصاب الذنب المرة الأولى صار عنده ألم شديد، الألم الشديد، ثم يعيد له المرة الثانية المرة الثالثة فيقول له انظر كنت تتوب بعد الذنب مباشرة فأصبحت ما تتوب مباشرة، إذن قلبك قد مات. انظر كيف الله سبحانه وتعالى جعلك تعاهد ثم تنقض العهد، وهذا صنيع أهل النفاق، أنت منافق. انظر 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 حتى والعياذ بالله يقنطه من رحمة الله. وهذا كله كيد من الشيطان لا حقيقة له، وإلا ولو علم العبد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لكان فوق ما يخطر له على باله. وأنه والله لو انغمس في الذنوب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه ثم قال يا رب إني تائب إليك لمح الله له ذنبه إن صدق في التوبة، ولغفر الله له الذنب ولم يبالي. أسعد الناس من ينزع عن الذنب إذا وقع فيه، منهم من يتدارك الله برحمته في أول الذنب، ومنهم من يتداركه في وسط الذنب، ومنهم من يتداركه في آخر الذنب. فإذا وقع في الذنب ورجع مباشرة بعد الذنب واسترجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، وعلم الله من قرارة قلبه أنه بعد ما فعل هذه المعصية أنه تائب، فإنه مغفور له بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فإنه مغفور له بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد.